وجيه مغطيها معرض تراثي الوطني الجميل كتلة نضال المرأة تفتتح اليوم معرض النضال الخامس للتراث والأعمال النسوية. هذا المعرض يستمر لمدة 3 أيام، تشارك فيه مجموعة كبيرة من النساء ومن الفاعلين في قطاع التراث والأعمال اليدوية والأشغال البيتية، من خلال دعم هذا القطاع المهم والحيوي في شعبنا الفلسطيني، حماية للتراث الوطني الفلسطيني، حفاظة على فولكلورنا الفلسطيني، على عاداتنا وعلى تقاليدنا الفلسطينية، وحفاظا أيضا وبشكل أساسي على هويتنا الوطنية الفلسطينية، باعتبار أن معركتنا مع الاحتلال هي معركة روايات. من هنا نؤكد على أهمية انتصار الرواية التاريخية، رواية الحق الفلسطيني في مواجهة رواية الاحتلال وأكاذيب الاحتلال وأضاليل هذا الاحتلال الذي يعمل وعمل دائما ومنذ أكثر من 60 عاما على طمس الهوية الوطنية الفلسطينية ومعالم شعبنا الفلسطيني وثقافتنا الوطنية الفلسطينية. اليوم في معرض التراث الفلسطيني احنا نفتخر في تراثنا دائما، احنا نتمنى أن يكون هناك كل الدعم للتراث الفلسطيني على مستوى الحكومي، لأنه احنا ما بدنا تراثنا يندثر، خاصة أنه الاحتلال بحاول يتبنى هذا التراث ويقول أنه هو تراثه. احنا كغرفة تجارية أنه احنا بنساعد النساء العاملات في البيوت لتسويق بضاعتهم، لأنه احنا بنخفف نسبة الفقر ونسبة البطالة في هذا المجال. عندنا في الغرفة التجارية هناك دورات نسائية لإدارة مشاريع أو كيف تنشئ مشروعك كمان. احنا نتمنى من النساء او الحابين يلتحقوا لهي الدورات، احنا ممكن نجدد الدورات كمان مرة في هذا المجال. نتمنى التوفيق لكل النساء ونتمنى ان تتوحد الجمعيات كلياتها مشان نقدر نسوق لهم كل بضاعتهم. بشتغل صابون طبيعي من زيت الزيتون لأغراض تجميلية، بشتغل على 4 أصناف من الصابون، صابون الزيت العادي والإضافات، صابون حليب الماعز، صابون بالعسل، وصابون بحبة البركة.